بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية مرحبا ويعطيك العافية. هذا الفيديو أو يعني طريقة الفيديوهات رح أعملهم هسا، المادة هي بالمجمل مقسمة إلى أجزاء، كل شابتر في أجزاء، يعني براغماتكس في تقريبا 8 أجزاء أو 8 أفكار ومواضيع. رح يكون كل جزء في فيديو لحال، بحيث إنه ما يكون الفيديو طويل وإنك تقدر تشوفه، وإذا في سؤال أنت تسأل عليه، تمام؟ يعني إنه ما يكون مثلاً فيديو واحد للشابتر كامل لمدة نص ساعة لمدة ساعة مثلاً أو هيك، ويصير في ملل يعني ما تقدر تلحق المادة، تمام؟ طيب هسا في البداية لما بدنا نحكي عن البراغماتكس، وبعدين في رح يجي عنا ديسكورس أناليسز. هسا البراغماتكس والديسكورس أناليسز هم فكرتين مترابطات. الديسكورس مبني على ايش؟ مبني على البراغماتكس. اذا الديسكورس مبني على البراغماتكس. طبعا ايش بيحكوا هدول؟ ايش فرقوا عن الشغلات اللي احنا كنا ناخدها او اخدناها في لينغوستكس 1؟ هسا في لينغوستكس 1 كنا نتبع على الكلمة بالذات، كيف الكلمة بنكتبها، شو الحرف لازم، شو الصوت لازم يجي بعد ايش، وشو الحروف اللي بتيجي مع بعض، مقاطع الكلام وهيك، يعني كنا نفوت في الديتيلز تبعون الكلمات. اما في البراغماتكس والديسكورس انا ما بيهمني تركيب الكلمة، انا بيهمني المعنى اللي هاي الكلمة بدها توصل لي. هسا بعد ما نخلص البراغماتكس ونيجي نفوت في الديسكورس رح نعرف ايش الفرق بينهم وهاي الامور. طبعا في البداية البراغماتكس، او خلينا هسا نسيبنا من البراغماتكس، اسم الشابتر هو براغماتكس، تمام؟ طيب لما انا بدي اجي افكر او اتواصل او معاني الكلام اللي انا بحكيه على ايش بيعتمد؟ يعني انا لو بدي احكي كلمة عشان انا افهم معنى هاي الكلمة في العادة على شو بيعتمد؟ بيعتمد عندي على الكونتكست. هسا احنا رح نتعامل مع كثير مفاهيم مهمة. اول مفهوم مهم عندي اللي هو الكونتكست. ايش هو الكونتكست؟ الكونتكست اللي هو النص، تمام؟ النص اللي بيجي فيه الكلمة. فانا معنى الكلمة تبعتي يعني عشان الناس تفهم أنا شو اللي بدي أوصله بيعتمد عندي على كونتكست، وأنا ليش حكيت هاي الكلمة. فكل هاي الفكرة، كل اللي أنا بدي أعمله، وكل الكوميونيكيشن أصلاً هي بروسيس بتعتمد على اللي هي recognizing the meaning of the words in an utterance. إن هو أصلاً التواصل كله عبارة عن إني أنا أدرك معنى الكلام أو إيش المقصود أو إيش المتكلم إيش قصد، تمام؟ هذا كله انه انا لما ادرس اللي هو ادرس الشخص او السبيكر شو حكى او شو قصد، هذا والكوميونيكيشن هذا كله احنا ايش بنسميه؟ براغماتكس. فالبراغماتكس كله عبارة عن ايش او عن شو بيحكي؟ بيحكي عن السبيكر مينينج، او اللي هو كمان اثر شوي رح نتعرف عليه اللي هو الانفيزيبل مينينج. فانا في البداية اللي بدي اعرفه انه صار عندي فكرة انه البراغماتكس هو تشابتر بيحكي عن معاني الكلام، والكلام اللي بيحكيه الشخص اللي هو السبيكر كيف انا افهمه منيح. طيب نيجي على نقطة كثير مهمة اللي هي الانفيزيبل مينينج. في عندي كمان مصطلح مهم او مصطلح كثير بيفيدني، او هو يعني باعتبار بجسد ايش هو البراغماتكس، اللي هو الانفيزيبل مينينج. الانفيزيبل مينينج المعنى الخفي. طب ايش يعني هذا اللي انت بتحكي فيه؟ هسه بنتعرف. طيب لما نيجي مثلا زي هاي اللوحه، انا في عندي لوحه مكتوب عليها بيبي سيل، عندي اللي هو 25% اوف اور مور، تمام؟ طب انا لما اجي بدي اشوف هاي اللوحه، لو بدي اجي افسر المعاني حرفي رح الاقي انه المعنى مقصود انه في عندي عرض على البيبيات بقيمة 25%. طب معقول هذا المحل بعرض بيبيات للبيع وانا هون والله خذ هذا البيبي وعليه عرض 25%؟ طبعا لا، واكيد لا. بس انا لازم افكر اكثر، اشوف شو المعنى الخفي وراء هاي العبارة الموجودة عندي. فانا لو بدي افكر فيها رح اكتشف واستنتج انه البيبي سيل
أكيد مش راح يكون على البيبيات كبني أدمين، راح يكون على إيش مثلا أشياء البيبيز اللي هي مثلا يعني هو محل بيكون لأواعي بيبي، أغراض البيبي إلى آخره. فإيش يعني invisible meaning؟ invisible meaning اللي هو المعنى الخفي اللي بيكون وراء الكلام. البراغماتيكس هو أني أنا بدرس invisible meaning تمام، وأدرس كيف أنا أميز وكيف أعرف المعنى الحقيقي المقصود من اللي انكتب. يعني هسه أنا إيش أدرس لأعرف كيف أنا عرفت أنه أنا قصدهم أنه بيبي سيل، قصدهم عن أشياء البيبي مش البيبي نفسهم، هاي الشغلات كلها تمام. طيب هسه دائما هسه هي برضو مش بس تعتمد على سبيكر، ممكن يكون عندي رايتر تمام. هسه المتكلم بس يجي يحكي ما بيعتمد على انه بس والله يعني بضل حاط امل على انه الشخص اللي قدامي اللي بيسمعه او اذا كان يكتب الشخص اللي بيقراه انه يكون هذا الشخص عنده قدره على بناء افتراض او بناء توقع. يعني انا ما في داعي اني انا اقعد افسر كل حرف بدي احكي، لا بدي اعتمد انه الشخص اللي قدامي هو قادر على انه يفهم انا ايش الفكره اللي بدي اياها وايش الاشي اللي انا بدي اوصله تمام. فزي ما نحكي تمام، فلما نحكي هيك بنهاية هذا الفيديو هو مقدمة في البراغماتيكس، انه البراغماتيكس هو عبارة عن اللي هي study of the invisible meaning or how we recognize، كيف احنا نفهم او نعرف ايش المعنى المقصود من الكلام اكثر من اللي نحكى. يعني بحيث انه المتكلم مش شرط انه هو يعطي كل التفاصيل اللي هي موجودة عنده، لا انه هو الانسان يعتمد او يحاول يفهم الكلام اكثر من الاشي اللي انحكى. يعني ما يعني الشخص اللي بيحكي ما يعطي تفاصيل، انا افهم الاشي المقصود بدون ما يعطي تفاصيل تمام. فهذا هون نهاية اول جزء اللي هو مقدمة في البراغماتيكس.